حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من الموقع بوست: تواصل إدانات عملية الإعدام التي نفذتها ميليشيا الحوثي في ريف تعز. يمن مونيتور: وفاة مختطف إثر تعذيبه بسجون الحوثيين في الحديدة. ومن الأيام: القرى الفاصلة بين اليمن والسعودية بلا سكان. ومن صحيفة القدس العربي: قريبا تغيير قنوات التلفزيون عن طريق تحريك فنجان القهوة. أهلا بكم. ما تزال قضية إعدام ميليشيا الحوثي لأسرة في جبل صبر بتعز متصدرة المواقع الإخبارية اليمنية، وفي عنوان بارز جاء في موقع الموقع بوست: سام تدين إعدام الميليشيا امرأة وطفلها في تعز. وقال الموقع إن منظمة سام للحقوق والحريات نددت بعملية الإعدام التي طالت امرأة وطفلها في محافظة تعز مساء الجمعة الفائتة، ووصفتها بعملية الإعدام الميداني. وروت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان صحفي تفاصيل الحادثة، وذكرت بأنه في تمام الساعة 8 من مساء الجمعة وصل مسلحون حوثيون يستقلون عدة سيارات ودراجات نارية إلى أمام منزل المواطن طه حسن فارع في قرية الجيرات منطقة عبدان. وبحسب المنظمة باشر هؤلاء المسلحون قتل نجل المواطن المذكور ويدعى أنس 16 عاما، بينما كان يجلس أمام منزلهم بإصابته برصاصتين في رقبته ورأسه، ثم قتلوا والدته اتحاد قاسم محمد علي لدى خروجها من المنزل بعد سماع أصوات إطلاق النار لترى ابنها غارقا بدمائه. يتابع الموقع: وحين انكبت الأم تحتضن ابنها أطلق عليها المسلحون رصاصة دخلت من ظهرها وخرجت من الصدر. ووصفت المنظمة ما حدث بجريمة قتل ضد الإنسانية تستوجب محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة والمعاهدات الدولية المتمثلة بمبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون. في موقع يمن مونيتور عنوان يوثق انتهاكا آخر لميليشيا الحوثي ضد اليمنيين، يقول: وفاة مختطف إثر التعذيب بسجون الحوثيين غربي اليمن. وقال الموقع: توفي مساء السبت الشاب فائز محمد غالب العدوفي بعد إخراجه من السجن قبل 10 أيام وهو في حالة غيبوبة بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وذكرت رابطة أمهات المختطفين بصفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أن العدوفي 23 عاما توفي تحت التعذيب بعد أن اختطفته عناصر تابعة لجماعة الحوثي المسلحة في أول ليلة زواج له من فندق بمدينة الجراح بمحافظة الحديدة. يضيف يمن مونيتور: سبق أن فارق الحياة العشرات من المعتقلين جراء التعذيب الوحشي الذي يواجهونه في سجون جماعة الحوثي والرئيس السابق صالح. كل هذه السنوات المشبعة بالمغالطات والنفاق، وكل هذه المعاناة وأوضاعنا المزرية والوباء والغلاء والانفلات والفوضى أنهكتنا. كل ما حدث ويحدث في عدن وتعز وصنعاء والحديدة وكل ربوع اليمن لابد أن يوقظنا ونحمي مصالحنا. إلى متى سيظل البعض مخدوعا؟ هكذا بدأ أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في يمن مونيتور، مضيفا في أجزاء من المقال: هذا وطننا جميعا، كان شمالا أو جنوبا، علينا البحث عن آلية لكيفية التعايش فيه من منظومة الاحتفاظ بحق الآخر واحترام قناعاته ورؤاه ومشروعه. علينا البحث في لغة مشتركة تقربنا وتصنع ظروفا مستقرة ومجتمعا منسجما في تطلعات متقاربة في توجهاته وخياراته. يحتاج ذلك وعيا بأهمية الشراكة في وطن يجمعنا. علينا أن نقتنع بأن الشراكة ستنقذنا وتنقذ الوطن من مشارف الجحيم، شراكة تتجسد على الواقع لقيم ومنظومة التعايش وقبول الآخر واحترام حقه ورؤاه، بل الدفاع المستميت عنه ليمارس حقه بالتعبير دون مصادرة. نحتاج وعيا ينتشلنا من وحل الصراعات والمناكفات والشكوك والعنف لتنافس منطقي
حول برامج ومشاريع ورؤى تخدم الوطن ليستوعب كل مواطني بمختلف توجهاتهم ورؤاهم. العالم اختار الديمقراطية كوعي وسلوك وثقافة وتجاوز كل صراعاته، ونحن لازلنا نقبع بصراعات الماضي، نثور ضد الظلم ثم نختلف لصالح الظالم. في لحظة نتحول من الفعل الثوري إلى فعل فوضوي نغرق فيه بحالات من القلق والاضطرابات التي تغلق باب التفاؤل، بحيث لا يرى الناس بصيص أمل وبوادر خلاقة في المستقبل لحمايتها وانتشالها من حالتها المرضية الصعبة. فوضى مصدرها تفوق الأنانية والأنا بعقل شمولي لتخرجنا عن الهدف العام والصالح العام والمشروع الجامع لمشاريع صغيرة أنانية ممزقة للكيان، مشتتة للقوى، مدمرة للوطن. في الشمال والجنوب تكاد تكون العقلية ذاتها في عدم استيعاب المخاطر، بل المجازفة بوطن وأمة وشعب لأجل مشروع واحد وفكر واحد ورأي واحد وتجريف كل الأفكار والرؤى والمشاريع، بل التاريخ والحضارة والهوية. لا يكاد يمضي يوم منذ بدأت جماعة الحوثي معاركها إلا والقرى الريفية في المناطق القبلية شمال اليمن تستقبل جثامين لشباب وفتيان مراهقين غادروها على أقدامهم وعلى العربات مزهوين على وقع زوامل تحرض على الجهاد. حتى غدت مظاهر تشييع الجثامين هي المشهد الأكثر اعتيادا، ويورد تقرير موقع المصدر أونلاين نموذجا لواحدة من القرى ويقول: قرية الحرف في بني مطر تشكل نموذجا بارزا لتلك القرى التي تحولت إلى مجرد مخزن بشري لإمداد الحوثيين بالمقاتلين. والحرف قرية متوسطة الحجم، مستوى التعليم فيها أقل من المتوسط. تسلل الحوثيون بطريقة سريعة إليها كعشرات القرى في بني مطر وبقية مديرية محافظة صنعاء التي تضم ما يعرف بقبائل الطوق المحيطة بمدينة صنعاء، والتي تعتبر دوما هي الحاسمة للمواجهات العسكرية التي تشهدها العاصمة صنعاء. وبحسب نشطاء تحدثوا للمصدر أونلاين، فقد التحق العشرات تلو العشرات من شباب القرية بدورات تنظيمية وتعبوية تقيمها الجماعة، ومن ثم صدرتهم الجماعة نحو جبهات القتال في مختلف الجبهات الداخلية والحدودية. وحتى اليوم بلغ عدد القتلى من أبناء قرية الحرف في صفوف الحوثيين 52 قتيلا من قرية واحدة فقط. كان أبناؤها في يوم من الأيام يقاتلون في صفوف الدولة ضد تمرد جماعة الحوثيين في صعدة خلال الحروب الستة. إلى صحيفة الأيام والتي عنونت في صفحتها الرئيسية: قرى مهجورة على الحدود السعودية مع اليمن مرآة لانعكاسات الحرب. وقالت الصحيفة: تتناثر أقنعة غاز خلفها جنود سعوديون وسط حطام صدئ في نقطة عسكرية على الحدود مع اليمن دمرتها قذيفة، لتكون شاهدا جليا على أكثر من عامين من الحرب ضد المتمردين الحوثيين. وتعد النقطة الواقعة في الخوبة، وهي قرية مهجورة محاطة بجبال جرداء، واحدة من بين عدة قواعد لحرس الحدود التي استهدفها المتمردون منذ بدأ التحالف الدولي بقيادة السعودية تدخله العسكري في اليمن عام 2015. ورغم أن عمليات التوغل الخاطفة والهجمات الصاروخية التي شنها المتمردون المدعومون من إيران لم تقوض سيطرة السعودية على حدودها الشاسعة، إلا أنها سلطت الضوء على انعكاسات النزاع في اليمن في الجانب السعودي من الحدود، حيث باتت عدة قرى على غرار الخوبة مهددة. لم نعد ندري من ماذا نشكو، هل من سرقة راتب المعلم وتحويله إلى متسول لفتات الإعانات والسلال الخيرية، أم نشكو من إضراب المعلم وممارسة حقه في الاحتجاج مما أضر بالعملية التعليمية؟ العديد من التساؤلات بدأت بها فكرية شحرة ما قالها في يمن مونيتور مضيفة: في كل بلدان العالم يتم استقبال العام الدراسي بشغف وفرحة من كل فئات العالم، من تشوق طلاب العلم ونشاط وابتهاج من قبل المعلمين واستعدادات غير عادية من مسؤولي وزارة التعليم. حدث سنوي يستقبله الجميع باستعدادات تزيد الطلاب حماسة ونشاط،
تبدأ بفرحة من الأسرة وتنتهي بفائدة التاجر وبضاعته، إلا في وطني. باتت عودة المدرسة والتي تعد حتى الآن كابوساً يضاف إلى ركام الكوابيس لا بهجة ولا استعداد ولا من يبالي بحدث كهذا. الطالب في جبهة قتال أو يمسح سيارات على الأرصفة أو في الشوارع يساعد في سد رمق الأسرة، وأكثرهم نازح يسكن مدرسة أو يتاجر بالقات. لقد قتلوا أساس وقاعدة أي مجتمع متمدن ومتحضر، قتلوا روح التعليم النظامي، حولوا هذا الحق إلى ترف أو مشكلة. التعليم الذي تصرف عليه الدول المليارات، سرقت رواتبه التي بالريالات اليمنية. ماذا أبقوا لهذا الشعب بعد أن انحسر حق التعليم وتحول الوطن إلى ساحة كبيرة من الجهلة، إذ صار التدريس تطوعياً من المعلم الجائع الذي لن يجدي تطوعه ولن يخلص في عمله، وصار التعلم تطوعياً من طالب لا يستفيد من جهد معلمه غير الكافي. ما هي نتيجة هذه العملية التي قوامها ظلم المعلم؟ إلا جيل يتخرج بفشله وغشه ككل مخرجات هذا الانقلاب الفاشل. على هذا الشعب أن يستبسل في انتزاع حق التعليم، فهو أهم وأخطر من أي حق آخر يتم محوه وتلاشيه تدريجياً. هذا الحق ركيزة يقوم عليها كل شيء، ولذا هم يعملون على حرق هذه الركيزة كي ينهدم كل شيء على رؤوسنا. إلى الصفحة الأولى من أخبار اليوم والتي جاء في عناوينها: المجلس الانتقالي والحراك والمقاومة الجنوبية يدعون لفعاليتين منفصلتين، انقسام أم تباين؟ رئيس الأركان: لا خيار سوى الحسم العسكري، وأي جمود في الجبهات نتيجة التخطيط المدروس. العميد الداعر يكتب في ذكرى استشهاد قائد المنطقة الثالثة: لقد خذلت الحكومة الشرعية اللواء الشدادي حتى في قضاء دينه إلى اليوم. وعنوان: الحكومة توجه بصرف مرتبات الموظفين النازحين الذين باشروا أعمالهم بالمحافظات المحررة. كشفت دراسة حديثة عن وجود 44 إذاعة في اليمن، منها 15 إذاعة حكومية و21 إذاعة خاصة، إضافة إلى 8 إذاعات مجتمعية. وأفادت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ونشرها موقع المشاهد نت بأن الإذاعات في اليمن ما يزال دورها ضعيفا جدا تجاه قضايا الخدمات الأساسية، حيث تمثل نسبة 20% فقط، بينما تحتل المادة الترفيهية والغنائية والرياضية والسياسية ما نسبته 80% فقط. وأوضحت الدراسة بأن قضايا هامة غابت عن برامج هذه الإذاعات، منها الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية والبطالة وغياب فرص العمل وانقطاع الرواتب وأثرها على الأسر محدودة الدخل وتوقف المرافق الصحية والتعليمية في الريف. وكشفت الدراسة عن هيمنة المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات داخل هذه الإذاعات، ما يؤثر في تناول الأحداث المختلفة وبالتالي في المستوى المهني والحرفي للإذاعة، حيث تتحكم الإدارة في العمل الفني والتحريري والمهني داخل الإذاعة، بما يعوق روح التجديد والابتكار ويحد من سقف الحريات المسموح بها. وتجاهلت الدراسة الواقع الحالي والظروف التي تعيشها البلاد وتم إجراؤها في واقع مختلف تماما عما تشهده البلاد. إذن لقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. ما ينفعش كذا، ما ينفعش كذا، حط إضاءة هنا، شغل دي هنا، حط الكاميرا هنا، عادي، نحن كذا بنطلع بالحلقات.
أهلا بكم مجددا. الريال اليمني يهبط لأدنى مستوى أمام الدولار، والبنك المركزي يتهم المضاربين. عنوان لصحيفة العرب الجديد، والتي قالت في التفاصيل: سجل الريال اليمني أدنى مستوياته أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على صدور قرار التعويم. البنك المركزي اليمني، وفي بيان أوردته وكالة الأنباء سبأ، اتهم المضاربين بالتسبب في هبوط سعر صرف العملة المحلية، مطالبا بالتصدي لمن وصفهم بالعابثين والمتلاعبين بالعملة المحلية. وقال مصرفيون ومتعاملون في العاصمة صنعاء إن الريال اليمني تهاوى إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند 386 ريال أمام الدولار الواحد في محلات الصرافة، فيما بدأ تجار شراء الدولار بنحو 390 ريال. وكان البنك المركزي اليمني قد أقر في منتصف أغسطس الماضي تحرير سعر الريال اليمني وتحديد سعر الصرف الأجنبي وفقا لآليات العرض والطلب. السوق اليمني، وكما تقول العرب الجديد، يشهد مضاربة شديدة على النقد الأجنبي في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، فضلا عن عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على آليات لم تجد في تحقيق الاستقرار النقدي. ذكرت أخبار من صنعاء وفقا لصحيفة الحياة اللندنية أن ميليشيا الحوثي اقتحمت وزارة جديدة في العاصمة كان يديرها أحد أتباع شريكهم الأساسي في الانقلاب علي صالح. تضيف الصحيفة بأن هذه العملية الثانية من نوعها خلال أيام، عقب عملية مماثلة استهدفت وزير الصحة وهو من حزب صالح المؤتمر. اضطرده الحوثيون من مكتبه في إطار تصاعد الخلافات بين حليفي الانقلاب، وأعلن وزير الخارجية في حكومة الانقلابيين هشام شرف توقفه عن ممارسة مهام منصبه عقب اقتحام مسلحين حوثيين مبنى وزارة الخارجية التابعة لصالح وطرد الموظفين من مكتبه. وسائل إعلام صالح نقلت عن مصدر في وزارة الخارجية أن طقمين وسيارة جيب مدججين بالأسلحة تابعين للحوثيين اقتحموا الوزارة وأصدروا توجيهات بمنع دخول الوزير هشام شرف وموظفي الوزارة المبنى. المقتحمون قالوا إن لديهم توجيهات مما يسمى رئيس المجلس السياسي القيادي الحوثي صالح الصماد. عدوى الانفصال، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج، مضيفا في أجزاء من المقال: لم يشهد العالم في العصور القديمة من التواصل ما شهده عصرنا، لكن ما كان يسود من مناخات فكرية وهواجس قومية في فترة ما يفرض أسئلته وتعم فيه العدوى. فالقرن التاسع عشر كان كما يصنفه المؤرخون ومنهم هنري يكن قرن الأيديولوجيات بامتياز، وعقبه القرن العشرون الذي كان قرن الحروب الكونية وما أعقبها من حركات تحرر، خصوصا بعد أن وصفت فترة ما بعد الحرب العالمية بأنها حقبة ما بعد الاستعمار. وفي هذا القرن سيكون من باب أولى للعدوى أن تنتقل برشاقة من قارة إلى أخرى بسبب كثافة التواصل ودور الميديا في رصد ما يجري على مدار الساعة. فهل يمكن للمؤرخ القادم أن يصف هذا القرن الحادي والعشرين، أو على الأقل نصفه الأول، بأنه قرن الانعزال والانفصال؟ رغم أن هناك من تفاءل في نهاية القرن الماضي بهدم الأسوار وتعميم ثقافة التكامل والتعايش بدءا من هدم سور برلين، والاستفتاءات التي تجري الآن شرقا وغربا بهدف الانفصال قد لا تكون بينها قواسم مشتركة بالمعنى التاريخي والقومي الدقيق، لكن العدوى تمارس دورها تماما كما حدث قبل 6 سنوات في بعض أقطار العالم العربي، حيث لا يمكن الفصل بين ما حدث في تونس وغيرها من دول الجوار بالتحديد وما أشاعته العدوى من مناخات مشحونة ومتوترة، بحيث أصبح شعار التغيير وإسقاط النظم كما لو أنه عدة طبعات من كتاب واحد. في تقاريرها المنوعة تعنون شبكة البي بي سي 50 عاما على رحيل تشي جيفارا. وقال التقرير: تحيي الحكومة الكوبية الذكرى 50 لاعتقال وقتل الماركسي الثوري أرنستو تشي جيفارا، وتنظم المراسم التي يشارك فيها صديقه المقرب الرئيس راول كاسترو في مدينة سانتا كلارا، حيث قاد الثوار في المعركة الحاسمة
للثورة الكوبية، وكان تشي غيفارا قد تم اعتقاله في بوليفيا في مثل هذا اليوم من عام 1967 وقتل في اليوم التالي. وقالت البي بي سي ولد غيفارا في 12 يونيو عام 1928 لأسرة أرجنتينية أرستقراطية، ولم يكمل دراسة الطب ليقود أشهر حروب عصابات ثورية في القارة الأمريكية الجنوبية. حقق مع رفيقه فيدل كاسترو انتصارا كبيرا في كوبا بنهاية الخمسينيات، لكنه لم يتحمس لمنصبه الوزاري في حكومة الثورة الكوبية، وقرر مواصلة الكفاح المسلح في بقية دول القارة. يضيف التقرير، حاول غيفارا عولمة نضاله الذي بدأه في المكسيك بمشاركته في ثورة الكونغو، ولما فشل عاد إلى بوليفيا. تتابع البي بي سي، في 8 أكتوبر عام 1967 أصيب غيفارا بينما كان يقاتل في بوليفيا، وتمكنت فرقة مدربة على يد القوات الأمريكية من أسره وإعدامه في اليوم التالي. في عناوين صحيفة القدس المنوعة، قريبا تغيير قنوات التلفزيون عن بعد عن طريق تحريك فنجان القهوة. وقالت الصحيفة، ابتكر باحث بريطاني تقنية جديدة تسمح بالتحكم عن بعد في أجهزة التلفزيون عن طريق تحريك الأغراض التي نستخدمها في حياتنا اليومية. ولا تتطلب التقنية الجديدة التي تحمل اسم ماتش بوينت سوى كاميرا انترنت من أجل رصد الحركات وبرنامج خاص يتم تنزيله على التلفزيون. وتسمح هذه التقنية باختيار أغراض مختلفة من حياتنا اليومية أو أجزاء الجسم المختلفة وتحريكها من أجل التحكم في وظائف التلفزيون. في موقع 218 وردت تفاصيل مسابقة تجري في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 18 عاما، وعنوان الموقع أزواج يتنافسون في بطولة لحمل زوجاتهم في أمريكا. وقال الموقع، شارك العشرات من الأزواج في بطولة أمريكا الشمالية لحمل الزوجات في ولاية من الأمريكية، وحمل رجال زوجاتهم فوق ظهورهم وخاضوا العقبات وتجاوزوا حفرة موحلة، بينما وقف متفرجون يشجعونهم ويحثونهم على المنافسة في البطولة. وفاز زوجان من ولاية فرجينيا بالبطولة بعدما قطعا مسافة المسابقة في 58 ثانية تقريبا. ووفق قواعد المسابقة تسلم الاثنان شيكا بقيمة $630، وهي 5 أمثال وزن الزوجة كريستين بمقياس الرطل، بالإضافة إلى رحلة إلى فنلندا للمشاركة في بطولة حمل الزوجات الدولية. صحيفة المصري اليوم وتحت عنوان الأغلبية الصامتة تتظاهر في كاتالونيا، نقلت صورا لآلاف الإسبانيين من سكان كاتالونيا والذين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن معارضتهم لانفصال كاتالونيا عن إسبانيا. ننقلها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.